من أسرة فنية كبيرة بتحب الفن وبتقدره، بتعشق والدها وحش الشاشة. كانت بتترعب من والدتها هدى سلطان، عاشت أزمة كبيرة بعد وفاة ابنها فريد، وبتعتبر بنتها ناهد صاحبتها الوحيدة. محطات مهمة في حياة المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي، وسر خلافها مع إخواتها البنات وإزاي تصالحوا. صدمة كبيرة سيطرت على الوسط الفني بعد وفاة المنتجة الكبيرة ناهد فريد شوقي عن عمر 73 سنة. فبعد مسيرة طويلة من الإنتاج الفني قدمت خلالها مجموعة من أهم الأعمال السينمائية والدرامية، اتوفت ناهد، ومحطات مهمة مرت بيها علشان تقدر تصنع اسم وتاريخ ليها يليق باسم عيلة فريد شوقي وهدى سلطان. ناهد فريد شوقي منتجة مصرية اتولدت عام 1950 في عائلة فنية من أهم وأكبر العائلات الفنية في مصر، وهي عيلة وحش الشاشة الفنان فريد شوقي. والدها الفنان الكبير فريد شوقي، والدتها هدى سلطان، أما خالها فالفنان محمد فوزي. يعني عيلة فنية بامتياز. اتربت ناهد في بيت فني بيعشق الفن ويقدره، وبالرغم من حب والدها ووالدتها الكبير ليها، لكن اتربت تربية حازمة قوية جداً. فبتقول ناهد فريد شوقي عن طفولتها إن فريد كان أطيب من والدتي هدى سلطان، كانت علاقتنا بيه أقوى. اتظلمت معاه بسبب طغيان شخصيته علينا، لأنه كان بيسحب الجمهور من أي حد، لكن والدتي هدى سلطان كانت حازمة جداً وقوية، كان كلامها هو دايماً اللي بيمشي، فكانت هي الوتد بتاع أسرتنا، لكن فريد كان طفل معاها وهي اللي كانت بتقرر كل حاجة، وكان بيعمل لها حساب في كل حاجة وعنيدة. فريد كان بيخاف منها، وكان في حاجات كتير عندنا ممنوعة في البيت، زي إنه ما ينفعش البنات تسافر في رحلات لوحدها، وكان فريد شوقي أهم حاجة بالنسبة له تعليم البنات. كان دايماً بيقول لنا إن الشهادة هي السلاح الذي لا يبدله الزوج، لأن جوزك ممكن يخليك تبيعي أي حاجة حلتك، لكن مش هينفع تبيعي شهادتك. طبعاً نشأت ناهد في أسرة فنية كبيرة زي دي، صنعت منها منتجة أفلام مهمة بتحب الفن وتقدره، وبتبعد عن إنتاج أي أعمال فيها إسفاف حتى لو هتحقق مكاسب ليها. فقدرت تعمل شركة إنتاج خاصة بيها باسمها، وأنتجت أفلام مهمة زي فيلم هستيريا للفنان أحمد زكي وعبد كامل، وكمان فيلم من نظرة عين للفنانة هنا زكي، وأنتجت أعمال درامية مهمة زي لن أعيش في جلباب أبي، واللي ساب بصمة كبيرة في تاريخ الدراما التلفزيونية. فلحد دلوقتي المسلسل قدر يحقق نجاح ضخم جداً. أما عن حياتها الشخصية، فتجوزت مرتين، المرة الأولى من جوزها محمد المرشدي، وجابت منه ابنها الكبير فريد، وللقدر خطفه منها بحادثة عربية وهو لسه شاب، فتسببت لها الحادثة دي في أزمة نفسية كبيرة عاشتها بعد وفاة ابنها، لكنها قدرت تتخطاها بإيمان ورضا من ربنا. فقالت عن ذكرياتها عن الحادثة: فريد موجود بالنسبة لي ما ماتش، كنت متخيلة إني مش هعيش بعد وفاته، لكن معرفش إيه اللي حصل، كأن ربنا نزل عليا سكينة ورضا إن كان في حاجة وحشة قوي هتحصل له، خاصة إنه عمل حادثة، فما كنتش هقدر أستحمل إنه يكون مصاب قدامي.